کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو. برعاية أمانة مسجد الكوفة والمزارات الملحقة به شعبة الشعائر الحسينية، ينطلق موكب الكوفة العلوية المقدسة إلى مرقد الإمام الحسين سلام الله عليه لمواساته بذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام. فموكب الكوفة العلوية المقدسة جاء يهتف بهذه الحناجر بصوت واحد، وهذا الصوت يمثل صرخة الزهراء سلام الله عليها. فعظم الله أجرنا وأجوركم، وبوركت هذه الحناجر، وبوركت هذه الأيدي، وبوركت هذه المساعي. در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا. نحن نقدم الشكر إلى أمانة مسجد الكوفة على هذا السعي المشكور منهم، جمعهم للناس ومجيئهم إلى كربلاء، وكذلك نقدم الشكر إلى العتبة الحسينية المقدسة والعتبة العباسية المقدسة على استقبال هذه الجموع من الزائرين وهذه المواكب الحسينية والمواكب في الأيام الفاطمية ومصاب الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. نشكر الجميع، وأنه نتمنى لهم الخير والأمان والرحمة والبركة، وأن يتقبل منهم هذه الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. الكوفة العلوية المقدسة جاءت بسياداتها وشيوخها وشبابها هذا اليوم تعزي مولانا الإمام الحسين بمصاب الصديق الطاهر عليه السلام، سائلين المولى القدير أن يحفظ العراق الجريح وأن يحفظ مراجع العظام. جئنا من مدينة الكوفة إلى مدينة كربلاء المقدسة نعزي إمامنا أبي عبد الله الحسين وأبي الفضل العباس، وذلك نشكر أمانة مسجد الكوفة على الدعم هذا وعلى العناية اللي كل سنة تدعم المدينة في هذا العزاء الكبير المبارك. مثل ما تلاحظون موكب الكوفة العلوية يشارك أسوة السنوات السابقة والسنوات القديمة، يشارك بتعزية إمام الحسين بذكرى استشهاد والدته أم أبيها فاطمة الزهراء سلام الله عليها. مواكب العراق كلها قاعد تشارك هنا بتعزية الإمام الحسين وتعزية أخيه بالفضل العباس. ومثل ما تلاحظون أن هذه الليالي التي كانت تسمى سابقا عاشور الصغير الآن عادت بكل ما كان موجود سابقا، عادت إن شاء الله بكل ما. أكليه زهرا روني ببهرا وسائرك سهرا اکیلی ہے زہرا رونے و پہرا مسائل کا سہرا اکیلی ہے زہرا. تعال الى حديث النبي صلى الله عليه واله المتفق عليه بين كل المذاهب الاسلامية، ماذا يقول فيه؟ فاطمة بضعة مني يغضب الله لغضبها. هذا الحديث ورد بعدة طرق. غضب الله صفة جمال لو جلال؟ شو تقول؟ ها غضب الله جلال هيبة وقوة وعظمة لو جمال؟ جلال واضح. رضا الله جمال واضح. قل لهم يا باب أمرا نور رب الكون زهرا. اي قل لهم يا باب امرا
نور رب الكون زهرة، نوره والبيت غار بين باب وجدار، نوره والبيت غار بين باب، قل لهم يا باب كلا جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا رونے پا پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا رونے پا پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے